السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح النور، صباح الورد. متتبعين ديالي، اليوم غادي نقدم لكم أكلة مغربية، كسكسي مغربي. مهم كنحضروا فيه بصلة جوج ثلاثة د البصلات هكاك ولا ربعة، والقرعة يقطين، واللفت البيض، والكورجيت، وخيزو. هنايا خديت واحد نص كيلو تاع الدجاج. المهم الدجاجة قسمتها على جوج، حنايا جوج، يعني ما عادش نحتاج الدجاج بزاف. جوج الناس قياس جوج الناس، هادشي واحد ثلاثة مطيشات طحنتهم. هنايا الملحة، الخرقوم، الخرقوم معواد، هنا البزار الابيض والاسود بجوج مخلطاهم، هنا سكنجبير، وهنايا ماجي. هذا اختياري، ماجي بغيتي ديريه ديري، بغيتيش ديريه ما ديريهش، هو اختياري. اش قلت لكم؟ ماجي، سكنجبير، بزار الابيض والاسود، فلفل ابيض واسود، كركم، ملح، ثلاث طماطم مفرومه، نص كيلو دجاج، دجاجه اقسمي على نص، فيها كيلو نص. هنا السميده، انا غتكون شي قل من نص كيلو تاع السميده، لان نحنا غير جوج ديال الناس. نص كيلو تاع السميده، كيف ما قلت لكم الدجاج، القرعة، هذا اللفت البيض، البصلة، قرعة كورجيت، خيزو، البصلة، سكنجبير، كنوع، ماجي، بزار، ملحة، خرقوم، مطيشة جوج، ثلاثة، نص كيلو دجاج، نص قل من نص كيلو ديال السميدة. ماشي كسكس، كسكسي هدا السميدة. البرغل، هنايا الدنجال، هو هنايا القزبر معدنوس، كنديرو ما كنقطعوش، كنحطو بحال هكذا. وهنايا دنجالة، نص دنجالة، يعني حنا جوج ديال الناس، يعني كافينا هاد الخضرة وهاد شي كافينا. المهم دابا غادي نقد في العطرية مزيان، دخلت فيها العطرية مزيان. هنا دايرة البزاقة تقلى، كتشحر البصلة والزيت، التشحيرة تاع البصلة كتعطي المذاق، كتقل شوية هادي المرقة، من كتشحر البصلة كتقل درت مطيشة، نخليه شوية يتقلى باش ندير الماء والخضرة.
سميت درت لها شويه تاع الماء ودرت لها شويه الزيت، دابا غنديرها في الكسكاس. درت لها شويه تاع الزيت والماء، دابا درت الخضره، درت القرعه، درت كلشي في خضره وحده حتى الدجاج دغيا غيطيب والسميده حتى هي دغيا. هنا درت الخضرة، درت الكورجيت، درت القرعة، درت خيزة، درت اللفت، صافي درت الماء اللي غادي يكفي هاكي تغلي. هنا الحمص، هنا يا اختي تاع الحمص غادي نديرو تا هو، ديري بيا الحمص في كسكسو. هنا السميدة فورت التفويرة الاولى ها هي درت البنجال، درت زبور بكنوس، ودرت الماء كافي، الماء الكافي هنا السميدة، ندير لها شوية ديال الماء، شوية تاع الماء. ودابا ها هو التقديم الأخير، ها هو الكسكسو بالدجاج والخضار. كنتمنى ينال إعجابكم، الكسكسو بالدجاج بالخضار، نتمنى ينال إعجابكم. مناسب في البرد.